عدنا إليكم من جديد مشاهدينا. طبعا عنا أجواء غريبة شوي في الاستوديو، لكن ما هذا كله عنده علاقة بالانفعالية لبعض الأشخاص، لأنه نعانيه من التوتر قبل الحلقة. هلا الانفعالية بطريقة إيجابية هي شيء مهم أنت أو هي أقرب إلى الحماس، ولكن نصادف في حياتنا أشخاص متنوعين بردات فعلهم، أحيانا تكون انفعالية أحيانا تكون هادئة. كيف تتعامل أنت مع الشخصية الانفعالية؟ أنا هلأ صراحة مع أنه في أحيانا أشخاص بيستفزوك، يعني بتحس أنه ما قادر أنت ما تنفعل. إيه أكيد، فما نوعية من الأشخاص اللي توصل معك إلى الاستفزاز واللي ما عادش عندك قدرة على التعامل معهم. ولكن عامة أنا نحبذ أنه نتعامل مع الناس كل بنفس الطريقة، أنه بالهدوء بالسماء بالابتسامة. أحلى حاجة هي حيتكون موضوعنا أساساً بعد الشخصية الانفعالية اللي مش نتحدث عليها بعد شوية، وسنسلط الضوء على جوانب هذه الشخصية مع مدربة البرمجة اللغوية العصبية جيهان شنابلة مباشرة من الأردن. أستاذة جيهان صباح النور. يا صباح الخير، يا أهلا أمين وراوية. يا أهلا وسهلا بيك، يعيشك. إذن في البداية نتحدث اليوم عن هذه الشخصية الانفعالية، ما هي سماتها وما هي صفاتها وبما هي مرتبطة؟ الشخصية الانفعالية في إلها أنواع، هي مش بس شخصية واحدة. فبيكون بالعادة بيتسم بشوية بزيادة من الشعور بالقلق أو الشعور بالخوف، أو أوقات ممكن يكون الاكتئاب، أو حتى ممكن البرفكشنزم، بيكونوا بيسعوا للكمال أو بيسعوا للعدالة، بس بطريقة شوي بيكون مبالغ فيها، بدهم إياها تكون كاملة على طريقتهم. ممكن يكونوا يتسموا شوي بالغضب أو بالعدوانية في بعض الأوقات، ولكن هي في إلها رينج، فبيختلفوا من وقت لآخر. وحتى سمات الشخصية هذه ممكن إنها تكون على تباين من شخص إلى آخر، فغالبا ممكن إنه يكون في عندهم تقلب بالمزاج. ممكن بيوم يكون كتير مبسوط ومتحمس للحياة، بيوم تاني بيكون عدواني ومش كتير متحمس للحياة. فأوقات الناس ممكن إنه تحتار كيف ممكن تتعامل معهم، ما بيكون مش دائما بيكون سهل إلا للي بيعرفهم. أو للي بيكون بيعرف جوهرهم إنه ممكن يكونوا من جوا هن طيبين، ما بيعنوا شيء بالانفعالات القوية اللي بتطلع معهم بالحياة والتعاملات. يعني أستاذة جيهان، نفهم من الشخصية الانفعالية إنه هي شخصية مزاجية بالأساس، والمزاج عندها مبالغ فيه، صحيح؟ في عندهم المزاجية بتبان لهم، ولكن هن أكثر من مزاجيين، ردود أفعالهم قوية جدا بتكون اتجاه الأحداث أو الأشخاص أو الأمور اللي بتطلع معهم بحياتهم. هم ردود أفعالهم قوية، ممكن نقول عنهم مزاجيين، بس في أكثر من هيك بكتير كمان وراء المزاجية هاي. ولكن من وراء ردود الأفعال هذه، هل يحسوا بالندم بعد اختيار أو بعد وصول إلى طريقة معينة تعاملوا بها مع الناس؟ بأوقات أيوة وبأوقات لا، مش بالضرورة أنه يستشعروا الندم، لأنه إذا كان مستشعر أنه العدالة بعدها ما تحققت، لأنه بهمهم كتير العدالة تتحقق بكتير أوقات، فإذا العدالة ما تحققت لهم مثل ما هم بدهم إياها، ممكن ما يكون ندم، ممكن أنه يتحول لعدوانية أو غضب، أو ما يعرفوا بسهولة كيف يتعاملوا مع الحدث هذا أو مع الشعور هذا القوي بالغضب. أوقات ممكن، لأنه هن كمان ممكن يكون طيبين جدا من جوا، ممكن يستشعروا الندم إذا كانت الأمور هذه أو العدوانية هذه أو ردود الأفعال حصلت مع ناس مقربين جدا منهم، مع ناس بحبوهم كتير، ولكن ما بيملكوا دايما القدرة أنهم هم يمسكوا ردود الأفعال هاي أو يتحكموا فيها بسهولة. جميل، هيد خلينا نرجع إلى هالشخصية الانفعالية، كيف تتكون؟ هل يمكن أنه يتم اكتشافها منذ الصغر؟ ممكن طبعا، ممكن لأنه هي بتيجي مع الطباع، مع طباع الشخصيات. أوقات كمان بتيجي من يعني في صفات بشخصيتنا بتيجي من التعلم من البيئة اللي حوالينا، وممكن تيجي كمان بالطبع، طبع الشخصية. وفي عوامل جدا مؤثرة طبعا، الحالة الاقتصادية، الحالة النفسية، الجو، هذه أمور كتير كمان بتأثر فيها، يعني الواحد ما بيخطر على باله أنه ممكن يتأثر، بس بلا بتأثر. قديش نسبة النوم مثلا عندهم، قديش منتظمين بنومهم وبأكلهم، نوعية الأكل كمان بتأثر.
فهذه عوامل كمان بتأثر بالشخصية. وبالنسبة للولاد الصغار بيكون عندهم الحياة بزيادة، بيستحوا كتير من الناس أوقات، مش كتير بيكونوا يمكن، أو ممكن يبانوا بأوقات تانية بيظهروا ظهور مبالغ فيه، بيكونوا بدهم حماس زيادة. فممكن يا إما حياة زيادة يا إما حماس زيادة ممكن يطلع، وردود أفعال عنيفة وقوية جدا، والحاجة لأنه العالم من حواليهم يطمنهم أو يعزز عندهم الثقة بنفسهم أو الأمان بالحياة اللي هن عايشينها، بأمان بحياتهم. وهذا يساعد أنه يخفف من هالشخصية أو من هالانفعالية اللي تكون موجودة في المستقبل لو أنه تم العمل عليها منذ الصغر؟ أكيد طبعا بيساعد، وخصوصا الحفاظ على روتين، يعني سواء للصغير أو للكبير من الأمور اللي بتساعد كتير في التعامل مع هذه الشخصية أو في ترويقها، خلينا نقول نحافظ على البالانس تبعها، اللي هي الانتظام في النوم، الانتظام في الأكل والفطور تحديدا، أنه يفطروا فطور كويس الصبح، أنه ينتظموا بالوقت النوم بالليل كمان. أوقات بيساعد كتير أنه يحافظوا على الهدوء أو الأمان، يعني ما تكون في بيشتغلوا بأمور فيها كتير استرس أو بيتعاملوا مع مواضيع فيها كتير من الضغوطات. برضو بيساعد كتير أنه يتجنبوا الأخبار السيئة، يتجنبوا تناول المواضيع اللي فيها ردود أفعال ممكن تكون كتير قوية أو اللي فيها ظلم أو اللي فيها قسوة. الأخبار هذه ما إلها أي داعي، يعني ما بتساعد أي حدا أنه يساعد حاله أو يساعد العالم، إلا إذا كان بيشتغل على مشاريع فيها تطوير للعالم اللي حواليه، بحيث أنه بيكون عنده آليات ليتغلب على هذه الأخبار بالعالم أو يشتغل عليها. بس غير عن هيك ما بتفيده. فدايما بننصح أنه يتجنبوا الأخبار السيئة ويتجنبوا الجرايد أو الكلام في هذه المواضيع اللي ممكن تستفز مشاعرهم بقوة. طيب بيك نحكيوا على العلاقة الزوجية. إذا المرأة صاحبة أو الزوجة تكون عندها الشخصية الانفعالية، أو الزوج، إلى أي مدى يؤثر على العلاقة بين الطرفين؟ إذا ما كانوا فاهمين بعض وما فاهمين أنه من وين نابعة هذه الطباع، ممكن تؤدي لعنف أسري، وممكن تؤدي لطلاق، وممكن تؤدي لتفكك أسري أو عقبات ما بتكون حميدة أبداً. ولكن إذا الطرفين كانوا فاهمين بعض وفاهمين طباع بعض ومن وين جاي هذه السلوكيات، فبيقدروا إنهم هم يساعدوا بعض بالأمور البسيطة، يعني ممكن تنحل بسهولة، مثل يعني إنه ما ياخدوا الأمور شخصية، ما تكون في شخصنة، إنه ما خص الشخص الآخر بالانفعالات القوية، بتكون هذه عوامل داخلية عند الشخص الانفعالي. برضو برجع بأكد على أنه الروتين، الأخبار السيئة يكون في إلها طريقة، يعني حتى كان في قريت شغلة كتير ظريفة أنه بالدين، أنه سيدنا محمد الرسول كان أنه بيحكي لما حدا يبلغني خبر، رجاء أن يبعثوا لي حدا يخبرني هالخبر يكون بشوش الوجه وحلوة طريقته بالكلام. أنه هو دايما الطريقه المثال هذا يكون بشوش ويكون طريقته لطيفه بالكلام. هي دايما الطريقه هي اهم حاجه في ايصال المعلومه طبعا. طب ما هي الارتدادات على الشخص نفسه استاذه جين؟ ممكن تاثر على انه ما يكون في عنده انتظام في مكان عمل، او ما يكون عنده انتظام برضه بعلاقاته، فهذا برضه بيؤدي لشويه بزياده من التزعزع في الاستقرار عنده بالحياة، ما بتكون مستقرة جدا، بيكون خايف الآن، ما عنده علاقات قوية كتير، ما في عنده أصدقاء كتير، فبتزيد بزيادة لما يكون هذا العامل موجود، لأنه هو بيحتاج للأمان أكتر، بيحتاج للدعم، وبيحتاج أنه يحس أنه هو بينتمي إلى مجتمع، فراح يكون هو أصلا بينسحب قاعد من المجتمع، بينسحب من العلاقات القوية، أو بينسحب من العلاقات اللي فيها ود، لأنه بخاف يخسرها، ولأنه ما بيعرف يتعامل معها، أو بخاف أنه ينأذي. كتير بيكون عنده الخوف قوي كتير من الأذية أو من الظلم، فبيبتعد لحتى ما ينأذي، لحتى ما ينجرح، وبيخلق عوامل من الدفاع عن تكنيكس أو ميكانيزم لحتى يدافع عن نفسه من قبل ما يصير أي شيء، يعني بيتوقع الأذى قبل ما يحصل ومن غير ما يكون فيه له أي بوادر. فأكيد طبعا بيأثر عليه بالعمل، بعلاقاته مع الأصدقاء أو مع
الزملاء في العمل، بيأثر بعلاقاته الشخصية بالأصدقاء بالمجتمع، وممكن ينقلها لأولاده بالتعلم من غير ما يقصد. طيب ذكرت أستاذة جيهان فكرة أنه الخوف الكبير اللي يكون عند صاحب الشخصية هذه، ذكرت أيضا أنه يجب أنه إيصال المعلومة ليه تكون بطريقة مختلفة جدا، ولكن ماذا مثلا لو تكون فما معلومة سلبية، كيف تتم طريقة إيصالها؟ يعني طريقة إيصالها أحيانا بالابتسامة، هل قد تكون تبتز نوعا ما أنه لو نوصلوا له المعلومة بهذه الطريقة؟ كيف تتم طريقة التعامل خاصة في إيصال المعلومات أو الأخبار نوعا ما التي تكون سيئة؟ حلو كتير هذا السؤال، لأنه بدها فن طبعا. الابتسامة لوحدها ما بتكفي، لأنه ممكن فعلا تكون قاعدة عم تستفز ذكائه لهذا الإنسان. فبالتالي أنه لحتى نوصل له هاي المعلومة، مهم جدا أنه نحن نتعلم كيف نعيد صياغة الخبر، لأنه ما في شيء بالدنيا ممكن يكون سيء بالمطلق إلا ما يكون في له جوانب كويسة. فإذا كان هو انفصل من عمله مثلا، نحن ممكن نعيد صياغة الطريقة اللي بنوصلها، أنه انكتب لك عمر جديد على فكرة، وانفتح لك فرص جديدة في وخفة الدم برضه كتير بتقوي وبتساعد، انه كيف نحن نعيد صياغة الخبر بحيث انه نبين الجانب الإيجابي منها، الفرصة الجديدة منها، وين الموتيفيشن بيحتاجه برضه لدعم الموتيفيشن اللي هو الرغبة بتجربة جديدة، الرغبة فرحة جديدة ندخلها عليهم، انه اللي كان مزعجك خلاص راح، انه غالبا راح تكون شيء مزعجه اللي هو خربه على حاله وراح اكيد، فبنحكي له اللي كان مزعجك راح خلاص، فهلا صار عندك فرصة جديدة لحتى تبني حياة جديدة او عمل جديد، واذا كانت علاقة صارت فرصة انه تجيك علاقة جديدة، فنحن نجيبها بطريقة ايجابية لألهم ونورجيهم وين الجانب الايجابي، لانه ممكن يكون عندهم ضعف بهذا الجانب، كيف يحمسوا حالهم او كيف يرفعوا من معنوياتهم، فنحن بنجيبها بهذه الطريقة. يمكن نحن كلنا بحاجة الى مثل هذه التعاملات، خاصة حتى كما طريقتك استاذة جيهان، على الاقل معلومة تكون هكا بطريقة ايجابية وتخلينا دائما متأملين لحياة افضل. نحن نشكرك برشا اللي كنت معنا، مدرمة البرمجة اللغوية العصبية جيهان شنابلة، شكرا لك. شكرا لكم على الاستضافة ويسعد صباحكم. شكرا لك.